يلا. هسه حنمشي. إذا ما فهمتوا شيء قولوا خلال الشرح على مود بسرعة نعيده، أو يعني خاف تنسوه بالأخير. مثلا قلنا الفيميال من يصعدها بريست كانسر، يا أما نقسمها قسمين إلى ايرلي بريست كانسر اللي السيرجري تلعب دور مهم بالتريتمنت مالته، حكينا عن شلون نعالجه بالسيرجري وأنواع الماستكتومي، حكينا على الوايد لوكال اكسجين والكونزرفاتيف والكيمو والراديو والهرمونال ثيرابي، وعرفنا كذلك انه اذا فيميال كانت مشخصه انه عندها ادفانس او ميتاستاتيك بريست كانسر، هاي العلاج مالته يكون مينلي سيستميك ومينلي بالياتيف، يعني بعدها هي ميتاستاتيك. زين خلينا نفترض انه فيميال كان بها ايرلي بريست كانسر وتعالجت منه، فانت لازم على طول تسوي لها فولو اب. الفولو اب يمتد طول الحياه بقى فور لايف، يعني خاف تدخل بريكرنس اوكي او ديسيميشن، يعني خاف عندها ميتاستاسيس او انت يعني ما مكتشفه. فالفولو اب مال بريست كانسر ورا التريتمنت لازم كل سنه او مره، يعني مره كل سنتين تسوي ماموغرافي. ماموغرافي من التريتد بريست نفسه ومن الكونترالترال بريست، لأنه البارحة قلنا إنه أكو أنواع من أنواع البريست كانسر تكون بايلاترال، يعني خاف النقل بالبريست الثاني، همتين أكو سي إن. أقول لك الألتراسوند أوف ذا بريست والأبدومين همتين ممكن تستعملها، بس هما المكتوب عندك المامغرافي لعملية الفلاقة. زين بالنسبة للتيومر ماركر، تعرفون إنه أكو أنواع مختلفة من التيومر، مثلا إن شاء الله باليورولوجي راح تاخذون بروستات كانسر يفرز لك مادة اسمها أو تيومر ماركر اسمها بروستات سبيسيفيك انتيجين، وهذا يفيدنا كلش بالدياجنوسيس وبالفلقة. بس ببريست كانسر ما عنده تيومر ماركر، فيقول لك ماكو تيومر ماركر تستعملها حتى تسوي فلقة بالنسبة للبريست كانسر. زين هاي كلش مهمة، يعني انت خلال اول سنتين ورا التريتمنت الريكرنس ريت يكون اعلى شيء، كلش عالي خلال اول سنتين ورا التريتمنت، بس وراها يقلل الريكرنس ريت، ورا 5 سنين تقدر تعتبرها انه هاي الفيميل يعني صارت سيف من البريست كانسر. هسه هذا اسمه الموضوع، يعني اكو عليه محاضره كامله بس هو كلش بسيط، المالتي ديسيبلينري تيم ابروتش. المبدا مالته انه انت من تعالج فيميل عندها بريست كانسر تجمع السبيشالتيز كلها، يعني هاي الفيميل تجمعها بمكان تخليها بمكان واحد بكل انواع الفيزيشن، بي ميديكال انكولوجيست، بي راديشن انكولوجيست، بي سايكولوجيست، تعرفون بريست كانسر هو سايكولوجيكال تروما، بي فيزيوثيرابيست، بي مثلا سوشيال وركر، بريست نيرس، سيرجن، كلهم يجتمعون بمكان واحد ويقررون العلاج مال المريضة. يعني بدل ما المريضة شايلة مالك الانفستيجيشن ورايحة من دكتور الدكتور، لا كلهم يجتمعون بمكان واحد. فهو هذا البرنسبل مال مالتي ديسيبلينري تريم ابروتش اللي هو يعني يحقق لك نتائج كلش احسن من الطرق الاخرى، فتجمع السبيشالتيز كلها حتى تسوي جود اوتكم للبيشنت وحتى تعطيك جود تريتمنت. زين هاي كلش مهمة، كلش مهمة كتعداد، يعني أو يعني مهمة لازم تخلوها ببالكم إنه أكو فينومينا يعني resulting from lymphatic obstruction. تعرفون البارحة قلنا البريست 85% من الليمفاتيك مال البريست تروح للأكزيلاري ليف نود، ومرات إحنا بالسرجر من نسويها نشيل يعني إيش كامل ليف نود، فتترتب على هاي الشيلة مالتنا complication من أهمها يعني ولازم تعرفوها اللي هي البودي أراج. هاي عبارة عن تعرفون إنه من الشيل يعني حتى لو البيشنت عنده already breast cancer أو أنت شلت البريست كانسر ممكن يصير عندك البودي أراج اللي هي عبارة عن cutaneous lymphatic edema، يعني بسبب إنه ماكو lymph node حتى تسحب الفلويد يتجمع lymphatic fluid بالسكن فيسوي لك cutaneous lymphatic edema. زين يصير بها هاي النقاط مثل الشفم الهولز، هاي يصير بسبب انه الفلويد يتجمع بالسكن كلها بس ما يقدر يتجمع حول السويت جلاند،
فالسويت جلاند يعني ما تصير بيها accumulation of fluid، فتظل تسوي لك مثل الهولز بالسكن، فتصير مثل الأورنج بيوم، يعني مثل قشرة البرتقال. أوكي، فهي تعتبر diagnostic للبريست كانسر اللي هي البود أورنج. وكذلك تصير لك بحالة أخرى اللي هي الكرونيك أبسس، يعني بمعنى آخر إذا قلت لك الدكتور شنو هي الحالات اللي تصير بيها البود أورنج، أول شيء تقول له دكتور بريست كانسر، ثاني شيء يقول لك بعد تقول له الكرونيك أبسس، يعني فقط تقريبا فقط بين الحالتين اللي عندنا سوينا هاي الكونديشن. حماتي من تشيل الليمفاتيك، تعرفون انه الابر ليم تروح للاكزيلاري ليمف نود، اذا انت اوريدي شايل الاكزيلاري ليمف نود فالليمفاتيك راح يتجمع بالارم، فسوي لك سوالينج. اوكي، يسوي لك ايديما بالارم، فهي يعتبر تربلز، يسوي لك كومبليكيشن على المريض. اوكي، خصوصا من يسوي اكزيلاري دايسكشن وتشيل الليمف نود، وخصوصا اذا سويت للمريض راديكال ماستكتومي وراح اضطرت راديو ثيرابي، هاي الانسيدنس مال الايديما اوف ارم راح يكون كلش كلش عالي. فيعني حاليا جراحين انه دي يسوون يا اما يعطون المريض راديو ثيرابي بدون ما يشيلون الليمف نود، او يشيلون الليمف نود وما يعطون راديو ثيرابي حتى ما يصير عندهم هاي الكومبليكيشن. زين، يقول لك مثلا اذا فيميال شايله البريست وصار عندها سوالينج اوف ذا ارم، احتمال هي تعتبر complication مال lymphatic obstruction أو احتمال recurrent tumor، فهما ثانيين تخليهم ببالك. زين، ال edematous lymph يعني هو lymph و بي edema، هذا ال edematous lymph احتمال إذا سمعون هسه الصوت لا لا يعني اي نعم ترى واضح وش يعني، إذا ما يسمعون أكو طلاب ما يسمعون الصوت. المهم هسه هاي الإديماتوس ليمب يصير بها accumulation of fluid، هذا الفلويد يعتبر مثل الميديا حتى تتكاثر البكتيريا، فهذه المريضة أي minor trauma، يعني أي minor trauma بمعنى الكلمة تدخلها بcomplication و infection وتحتاج antibiotic. فتلاحظون دول اللي عندهم breast cancer يلبسون استوار بإيدهم، إنه ممنوع أحد يطخ إيدنا، ممنوع أحد يقترب منه، يعني أي cut يستوي لهم infection. وقل لك هاي treatment مع الليم إديما هي أكيد difficult، لأنه ما عندك فتشي يسحب لك الفلويد، ممكن conservative management تقولها رفعي limb elevation، تعطيها elastic arm stocking مثل الجي بي تي، تعطيها pneumatic compression، بس يعني هي difficult to treat. واحد آخر من الليمفاتيك كومبليكيشن إنه كانسر إنكريس، إنه السكين مال التشيست راح تصير بيها إنفلتريشن باي كارسينوما، يعني تحوط السكين مال التشيست كلها باي كانسر سيلز، وهماتين أسوشيتد وذ سوولن آر. زين، هاي يصير هاي الكانسر إنكريس أما تعتبر كومبليكيشن مال أدفانس بريست كانسر، أو تصير بحالات الريكرنس after mastectomy. أوكي، هاي الكونديشن هماتين البروجنوسيس مالتها يعتبر بور، لأنه هي عبارة عن ريكرنس، فأي كانسر صار بيه ريكرنس أكيد البروجنوسيس بور، والعلاج مالتها هو باليتيف، يعني سيستميك كيمو ثيرابي وجشا، بس كتريتمنت ما مو سكسسفول بهاي الحالة. خلصنا البودو أورانج، خلصنا الكانسر إنكريس، وهسه راح ندخل بالثالث شيء اللي هو الليمف أنجيوساركوما. يعني تخيل مريضة تعالجت من بريست كانسر وفرحانة بحالها، وعندها شوية ليمف أديمة اللي هي بالأبر ليمف بالأرم مالتها، ورا فترة تدخل بأنذر مالجنسي اللي هو ليمف أنجيوساركوما، فهو يعتبر راير كومبليكيشن مال ليمف أديمة. أوكي، يصير ورا many years after the original treatment. فيعني تتخيل انه هي خلصت malignancy، تعالجت من malignancy مالتها، ودخلت بانذر malignancy اللي هو very aggressive وعنده very very poor prognosis، والclinical representation مال lymph angiosarcoma هو هاي الاشياء اللي اسمها subcutaneous nodule، subcutaneous nodule in the upper lip. اوكي، وأكيد إنها very very poor prognosis.
هاي هماتين لينفيديو ساركوما. زين هسه خلصنا الليمفاتيك كومبليكيشن مع البريست كانسر، نيجي على الفاميليال بريست كانسر. بالمحاضرة السابقة عرفنا انه البريست كانسر ممكن يكون له جينيتك هيريديتري كوزز والعلاقة بمجموعة من الجين اللي هي بريك 1 بريك 2 وبي 53، وهذا نفسه صار بانجلينا جولي لانه اعتقد والدة المادر مالتها كان عندها بريست كانسر. فيعني البريست كانسر له هيريديتري فاكتور، والهيريديتري بالبريست كانسر مثل ما قلنا رقم مهم اللي هو 5%، 5% من الاول بريست كانسر إلها genetic principle أو إلها related to the gene mutation. زين؟ فيقول لك ال women who have a risk of developing breast cancer إذا كان عندها positive family history ال risk مالتها تصير 2 إلى 10 مرة أكثر من ال general population. فإذا ال breast cancer إلها familial predisposition. هسا ال pregnancy وال breast cancer، مثلا female هي pregnant وصار عندها breast cancer. المشكلة إنه إذا وحدة صار عندها breast TA بالبريجنانسي ال diagnosis ما تصير late stage، والسبب إنه هي already pregnant، ف already بالبريجنانسي صار عندك change بالبريست مثل enlargement pain tenderness، فهاي ال change يقولون هاي من وراء البريجنانسي بس هو cancer، لهذا السبب ال diagnosis ما تصير later on. زين بالنسبة لل treatment إذا pregnant وبيها breast cancer ال treatment هم مثلا يكون special، لازم نسويها موديفيكيشن لانه هي بريجننت، فمثلا الراديو ثيرابي ما نقدر نعطيه لانه يضر الفيتس. الكيموثيرابي هو اصلا يهاجم الرابيدلي ديفايدنج سيل، يهاجم الفيتال سيل، فهم ما نعطي كيموثيرابي. زين فالكيموثيرابي ما نستعمله خصوصا بالفيرست ترايمستر، بس وراها ممكن نستعمله يقول لك صار سيل. وبالبريجننسي موست تيومر تكون هرمون نيجاتيف، فانت اذا عندك هرمون نيجاتيف ماكو داعي تعرض الفيميل الى الانتي استروجين والهرمونال تريتمنت، لانه مثل ما تعرفون الديفلوبمنت مال الفيتس يعتمد على الهرمون. فمثلا اذا بريجننت ليدي حامل ببنيه وطاتها شيء حامل بولد مثلا وطاتها شيء خربط الهرمونات، احتمال يطلع لك ابنورمالتي بالسيستس، ابنورمالتي بالديفلوبمنت اوف هيز سكروتوم، فيعني اتجنبي بالنسبة للبريجننت وبيها بريست كانسر. هسه مثل ما قلنا احنا الريكرنت مع البريست كانسر يصير خصوصا اول سنتين، يعني اكثر شيء اول سنتين. فشنو تقول لك اذا الان تعالجت من البريست كانسر شو وقت اقدر اصير بريجننت؟ تقولها ورا هاي السنتين، ورا هاي السنتين على مود خاف اكو ريكرنت احنا ملحقين عليه. ورا هاي السنتين اذا ما صار عندك ريكرنت عادي سوي بلانينج حتى فور ذا بريجننسي. عندي هاي شتمة أسئلة، إذا تقدرون تجاوبوها بالشات يعني. يقول لك regarding radiotherapy of breast cancer all are true except، تقدرون بس كتبوا الاختيار مالتكم على الشات. بس قد كتبوا الاختيار لو ما مبين. خلينا نشوف دي 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 بعد. يلا يقول لك regard radio therapy of breast cancer all are true except، هشوف دي ترو لا لا. Is the treatment of choice for palliation of painful bone metastasis، هذا صح. البارحة قلت لكم واحد من يصير عنده شو اسمه واحد من يصير عنده painful bone metastasis يحتاج انه تعالجه بالراديوثيرابي، فهي صح. Shouldn't apply to the axillary clearance is performed، هاي استونا قلناها انه اذا انت شلت الليف نود لا تخبطوا وياها راديوثيرابي لانه دخل المرض بليف ادم. Has been clearly shown to reduce local recurrence rate following conservative breast surgery. هاي صح. فذن بس A هي خطأ. Has been clearly shown to improve overall survival. لا.
مو يعني مو انت لازم تاخذ راديو ثيرابي حتى يصير عندك سرفايفل، فهاي الاي غلط. هسه حلو هاي الـ40. بعد يلا ها مبين lymphatic obstruction of advanced breast cancer قلناها blood orange edema of the arm and angiosarcoma by all the above. هسه خلصنا ال breast cancer، جينا يعني الأشياء المهمة بي اللي تستفادون من عدها بالامتحان سواء كان عملي أو نظري. نيجي على ال benign breast disorder. احنا البارحة مو قلنا ال breast cancer يصير يعني بالالدرلي فيميل، بنت تكبر الفيميل الانسنس مالته يزداد، بينما البنال بريست ديس اوردر لا تصير باليونج ايج فيميل. باليونج ايج فيميل اول وحده وذا موست كومن اللي هي فايبرو اجينوما. فايبرو اجينوما اصلا يسموها الماوس اوف ذا بريست لانه تكون كلش موبايل بشكل مثل الماوس. الفايبرو اجينوما من اسمها انت دائما احفظ الاسم، فايبرو يعني فايبر اوكي، أدينوما يعني جلاند، فإذا تستنتج إنه هي بناين نيوبلازم هو عبارة عن mixture of proliferating ductal element يعني بي دكت اللي هي الأدينوما وبي fibrous tissue اللي هي فايبروما فيسموه فايبرو أدينوما. فايبرو أدينوما الفيتشر مالتها إنه يصير بالفولي ديفلوب بريست وأعمار صغيرة من 15 إلى 25 سنة، هاي مهمة. السايز مالته ممكن يكون 2 تو 3 سنتيمتر، وبما انه يعني خذوها قاعده كل ما الشيء يكون بناين ينحط بكبسول وهاي الكبسول ويل ماركت يعني بحيث تقدر تشيل الكبسول فقط من نسوي لها انيبيليشن. يعني اذا تريد تشيل الفايبرو ادينوما راح تلاحظ انه محاطه بكبسول مرتبه وعدله وما بها اي انفيجن اوكي، فويل ماركت كبسول هاي كلش مهمه. الفايبرو أدينوما تنحط بكبسول، لكن مثلا إذا كانت مالجنسي تلاحظ إنه الكبسول متدمرة لأنه يسوي انفيجن. شوف هسه هاي الفايبرو أدينوما تكون سفير شيب، كونسيستنسي مالتها فيرم، لأنه مثلا بالجراحة دائما احنا أي ماس يشوفوه يحجون عليها حسب الكونسيستنسي، عندك سوفت يعني الكونسيستنسي مالتها نفس اللب مالتنا، فيرم نفس التب اوف اور نوز، هارد نفس البون. فالفايبرو أدينوما تكون تقريبا السعر. شوفوا استهنا لها هاي هماتينة الماس من فايبرو أدينوما، شوفوا شلون طلعت يعني كلش مرتبة وفتشي يعني أورجانيز لأنه هي بناي كونديشن. زين مثلا أو مثلا إذا أقول لك الدكتور هاي الفيميل عندها فايبرو أدينوما تحتاج تريتمنت، فأنت أول شيء يقول للدكتور هي الفايبرو أدينوما نوت ريكوار إكسجين، يعني بشكل عام الفيميل تقدر تعيش حياتها كلها عندها فايبر ادينوما ما تحتاج تشيلها، بس اكو حالات لازم تشيلها وهاي مهمه. اقول لك شو تشيلها، تقول لي اولا اذا كان عندك سسبيشس سايتولوجي يعني السايتولوجي مالتها بوردر لاين احتمال بيها مالجنت بوتنشال، اذا كانت فيري لارج اوكي، اذا البيشن هي من تريد يعني البريس مالتها يصير بكوزمتيك وهاي فتريد تشيلها ديزاير تو لامب تو بي ريموفد، وإذا كانت جاينت فايبر أدينوما يعني السد مالتها فوق 5 سنتيمتر فممكن نشيلها. نشيلها من خلال inoculation أوكي، يعني هي تشيلها وهي والكبسول مالتها تنشال جراحة عملية من خلال انسجن على السكين وتنشال، فهاي indication مال treatment مال فايبر أدينوما. نيجي على الفيلوج تيومر. الفيلوج تيومر هو نفس الفايبر أدينوما بس يكون كبير بشكل مو طبيعي. هسه شوفوا هاي الفيلوج تيومر، هذا فيلوج تيومر يعني تخيلوا انه هذا كله هذا بناين، يعني غالب الاحيان يكون بناين، هذا هماتين بناين، فهو هذا الفيلوج تيومر. شوف الفيلوج تيومر هو بناين تيومر، كانوا قبل يسموه سيروسيستيك ديزيز اوف برودي او يسموه سيستوساركوما فيلوجاس،
يعني هاي الأسماء يعتبروها مثل نومار، هسه نعرف ليش، بس هاي أسماء قديمة إلها، بس حاليا سموه في اللوجي تيومر، مثل ما قلنا هو مثل الفايبرو أجيناما بس كلش كبير، فسموه جاينت فايبرو أجيناما. فرق عن الفايبرو أجيناما، فرق كلش مهم، إنه يصير بالفيميال اللي عمرهم فوق 40 سنة، بينما دي تشاهد الفايبرو أجيناما من 15 إلى 25 سنة. أوكي، يصير عندنا لارج ماسيف تيومر، السيرفيس مالته يكون بوستوليتد يعني irregular، يصير عندك حتى ulceration على السكين بسبب البريشر نكروسيس اللي يسوي هذا التيومر، مع انه الحجم مالته كلش كبير despite their size they are still mobile on the chest wall، لانه هن غالب الاحيان benign بس تصير mobile. يقول لك اذا سوينا سكشن، يعني خدنا فد بايوبسي من الفيلوج تيومر، راح نشوف انه يا اما يكون بناين بحيث يشبه الفايبرو اجينوما بحيث يكون عنده لو مالجنت بوتنشال، او ممكن يكون عنده هاي مايتوتيك اندس، يعني الخلايا ما تقدر يصير بيها رابد ديفيجن، فيكون شويه يخوف. اوكي، واذا لقيت انه هذا الفلويد تيومر بهاي مايتوتيك اندس، راح تستنتج انه راح يصير عنده هاي ريت اوف ريكرنس. فهذا بالنسبه للهيستولوجي، يعني كباثولوجي مالته يا اما يشبه الفايبرو اجينوما يا اما بهاي مالتوتيك اندكس اللي يكون شويه يخوفنا واللي يصير بهاي ريكرنس ريت. مثل ما قلنا قبل الساعه، قلنا انه اسمه يسموه سيستوساركوما في اللوجاس اللي هو يعتبروه مس نومر، لانه ليش؟ لانه غالبا ما تتكون بيسس، يقول لك راي راي سيستك، يعني السيست مالته كلش راي. وكذلك الساركوما مالته انه يتحول الى ساركوما هم مالتين راي، فهذا مس نومر. وإذا صار عنده ميتاست، يعني إذا كل شرير بس إذا صار مالجنت، الميتاستيز مالته حيصير من خلال البلاد ستريم. زين، ها كبسول، إيه هما تنبي كبسول، يعني بما إنه هو بناء هما تنبي كبسول، بس إذا صار مالجنت راح ينتقل إلى البلاد ستريم. هسه أكيد هذا يحتاج تريتمنت. إذا كان benign، إنحاء العاملة مع عاملة الفايبرو أجنام، نسوي له inoculation in young woman أو white local excision. بس إذا كان massive tumor كلش يعني كبير، أو recurrent tumor، أو عنده فد malignant potential، بهاي الحالة نحتاج نسوي mastectomy للفلوج tumor. هذا الشكل. نيجي على فد condition اسمها الجلاكتوسيل. جلاكتوسيل تصير باللاكتيتنج فيميل، مجرد انه فيميل مستوي لاكتيشن، واحده من الدكت تصير بها اوبستراكشن، فمن تنسد يتجمع الملك على شكل هاي الماس اللي اسمها جلاكتوسيل، فهو accumulation of milk distal to obstruction in the duct unit. زين، الجلاكتوسيل العلاج مالتها غالبا يكون كونزرفيتيف، يعني تقولها للفيميل سوي فد هوت كومبريشن حتى يروح هذا الاوبستراكشن وينزل الملك. فهاي هي الجلاكتوسيل. الجلاكتوسيل هي راير سوليتاري سب اريولر، يعني جوا الاريولا سيست. اوكي، دائما تصير خلال اللاكتيشن، تحتوي على ميلك. اذا احتوت على ميلك، يعني هسه صايره بها ميلك، الكونسيستنسي مالها تكون سوفت مثل اللب مالتنا، يعني مثل الكونسيستنسي مال اللب مال البيشن مالتنا اصلا. بس يعني بتقدم الدايز، داي افتر داي، راح يصير بها كالسيفيكيشن، فتتحول من سوفت الى فير. مثل ما قلنا علاج الجلاكتوسيل هو كونزرفاتيف. نيجي على هذا الديزيز اللي اسمه اندي. هذا الديزيز دكتور طارق كلش يحبه، يعني اذكر محاضره عاد 1000 مره، كلش يحبه لانه مهم. هذا الاندي، اندي اختصار الكلمه ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت اند انفوليوشن، aberration of normal development and involution. فأنت ممكن يعني من الاسم تعرفه إنه هو normal، فشي normal. أوكي، مثل ما قلت لكم الأندي كلش مهم، aberration of normal development and involution. يسموه غير أسماء، منها يسموه fibrocystic disease، أو يسموه fibroadenosis، أو يسموه chronic mastitis، أو يسموه mastopathy. فهنا كلها نفس الشيء، كلها عبارة عن أندي. هذا الاندي هو مرض يصير بالفيميل اللي عمرها فوق 40 سنة. هاي لازم العمر همتين مهم، فالاندي يصير عمرها فوق 40 سنة. خلينا نشوف شنو السبب مالته.
تعرفون كل زين البريث مال الفيميل هو ستراكشر يعتمد على الهرمونز، اوكي؟ وهو دايناميك ستراكشر، يعني يتغير خلال اللايف مال الومن، وبنفس الوقت عنده سايكليكال تشينج، يعني يتغير خلال المنسوال سايكل من داي تو داي. فاذا صارت عنده ديستربنس بهاي الفيزيولوجيكال ايفنت راح تؤدي الى حدوث الام دي. ف يعني مثل ما قلنا هو نورمال، فباثوجينيتي اوف ام دي ديستربنس ان ذا بريست فيزيولوجي، فقط ديستربنس زين، وسوي لك هيستولوجيكال تشينجز بالبريست، بس العلاقه ما بين هيستولوجيكال تشينجز والسيمتومز مو حل واضحه او اكوليكال كورليشن. هسه نعرف الهيستولوجيكال او الباثولوجيكال تشينج اللي يسويها بالبريست، بس ماكو علاقه واضحه بين الباثولوجيكال تشينجز والسيمتومز مال المريض. هسه هاي الباثولوجي اوف الان دي يعني يكون يحتوي على 4 element. هاي مهمة بالباثو، انه ال NT فيه 4 اشياء. يتكون اول شيء cyst formation variable in size، يصير عندك fibrosis، يعني هاي الستروما اللي بيها fat و elastic tissue تتحول الى fiber، ويصير عندك chronic inflammatory cell infiltration بالمنطقة اللي موجودة بين اللوبيول. يصير كذلك hyperplasia of epithelium in the lining of the duct and sinon والاوت اتيبيا، ويصير عندك بابيلوماتوسيس، يعني الابيثيليوم مال الدكت يصير عندك بروجكشن مثل البابيلوما. فهاي تشينج يعني مطلوبه عندنا انه نحفظها، انه اربعه بالان دي: سيست، فايبروسيس، هايبربلاجيا، وبابيلوماتوسيس. واكيد مو كلهن يصيرن، مو كلهن، احتمال يصيرن احتمال ما يصيرن، بس هن ذني الموجودات. فهذا نورمال بريست، وهذا بريست عنده الاندي. شوف هاي السيست تصير بالمريضة. اهم شيء، اهم فيتشر بالاندي، يعني هي الكلينيكال فيتشر مالته كلش فاريبل، بس انت احفظ اثنين. اولا بريست لامبنس، بريست لامبنس، لامبنس يعني تخيل اكو تشيز وبيتمن، هيك تصير البريست مثل التشيز البيتمن، يعني عشان مط الريجولاريتي السيرفيس مالته يكون كلش الريجولار مثل التشيز البيتمن، فهو يسموها بريست لامبنس. والسمتم الثانية اللي هي هماتين ميجر سمتم اللي هي بريست بين ماستالجيا. فالمريضة تيجي تقول لك دكتورة بريست ماتي لامبي بريست، وعندي ماستالجيا، عندي سيفير بين بالبريست، اوكي. هاي اللامبنس ممكن تكون بايلاترال، بس هي غالب الاحيان تكون بالاوتر كوادرنت اوف ذا بريست. فاذا الاندي سمتمز اثنين: لامبنس اللي هي مالتيبل، يعني البريست كله لمبي، عبالك بينوديو صغار، وبريست بين، اوكي. ومثلا بس يعني مو سنجل، اذا لقيت ديزجريت لامب، يعني لقيت سنجل لامب، هذا مو اندي، هذا غير ديزيز، ممكن يكون فايبرا اجناما، ممكن يكون سيست، ممكن يكون لايبوما، فهذا غير شيء يعني الاندي. بالنسبة للبراين الماستالجيا مال الفيميال تكون سايكليكال، يعني تقول لك أنا قبل المنسز الماستالجيا ما تحل تأذيني، واللامبنس تزداد قبل المنسز، فهي يسموها سايكليكال ماستالجيا، أوكي. ممكن تكون نان سايكليكال، يعني ما لها أي علاقة بالمنسز، موجودة منسز موجودة، هي أكو عندها ماستالجيا، فيسموها نان سايكليكال ماستالجيا. هاي غالبا تصير بالبري منيبوزال فيميال، أوكي. ومرات هذا البين اللي تجيك فيه البيشن اصلا ما جاي من البريس، جاي من ماسكولوسكليتال بين، فيعني شويه يدخل لك بالدياجنوست، اوكي. ومثل ما قلنا البارحه احتمال، يعني الاندي احتمال هو في البرزنتيشن اوف بريست كانسر، بس هذا راي، لانه قلنا فقط 5% من البريست كانسر تجينا على شكل بين، اوكي. فانت كفيزيشن اكيد انت اول شيء تخلي ببالك، يعني خاف سي اي لازم تسوي له اكسكلوجن، لانه خصوصا اذا عمرها كبير، بوست مينوبوزال، اوبيس، كلها خاف سي اي، تروح تسوي لها ماموغرافي، تسوي لها الترا ساوند، تاخذ بايوبسي، من تتاكد 100% هذا عندي يلا تقول، يعني من تتاكد هذا 100% مو سي اي يلا تقدر تقول هذا عندي، لانه انت لازم تسوي اكسكلوجن للبريست كانسر. فالعلاج مالته او علاج مال لمب بريست او علاج مال بريست وذ اندي، أول شيء exclude of breast cancer، بس أنت تأكدت إنه هذا البريست ما بي سي أي،
تجي للمريضة عشان تعالجها. أهم خطوة بالعلاج هو الري أشورانس، يعني إذا المريضة ما حققت لها ري أشورانس أنت كوش متوقع. أوكي، لأنه هي تجيك أوريدي تقول لك الدكتور بريست ماتي ببين وبلمبي مالتيبل لمب، فهي كل عقلها جاي ويا السي أي، فأنت شلون تقنعها؟ لازم عندك وسيلة للإقناع تقولها يابا ترى هذا مو سي أي، هذا نورمال، فلازم تقنعها. مثلا تقولها سوي لك دايري منس، سوي لك دايري على المنس والسايكل وشوفي لي هذا البين سايكليكال ولا لا، وراقبي البين مالتك. مين تقول لك سايكليكال وتقنعها انه هو ريليتد تو ذا منس احتمال تقتنع. فاهم شيء، اهم شيء بالعلاج هو الري اشورنس، يعني لانه اغلب الفيميل عندهم اندي تلقاها مسويه، تلقاها تكون انكشياس ومسويه مالتيبل بايوبسيز وما مقتنعه انه هذا هذا شيء نورمال. اوكي، هسه كمان الري اشورنس نجي نعالج السيمبتوم. مثلا نعالج الماستالجيا، مثلا اكو فيميل هاي البين مال البريست مالتها انترفير وذ هير لايف، ديسترب هير سليب، ديسترب هير سكشوال اكتيفيتي، فلازم تعالج الماستالجيا. والعلاج اكيد تبدي بسيمبل، اشياء بسيطه وتدرج الى الاشياء المعقده. نبدا باول شيء ري اشورنس، مثل ما قلنا انه يقول لك ري اشورنس هيلب ماجورتي اوف ذا وومن. تبدي تقولها وير ابروبريت برا، انه البرا لازم تكون during the day لازم تكون ابروبريت، lift the breast support it، و during night لبسي سوفت برا اللي هي سبورت برا، هاي during night. تقولها كذلك قلل الكافيين لانه يعني بيجي قلل البين. زين، تقولها مثلا يعني يسوي الهماتين، يسوي دايري خلينا نشوف هذا الماتش البين سايكليكال او نون سايكليكال، هماتين تقتنع اكثر بيك. لأن إذا هاي السوالف كلها ما نجحت نلتجئ إلى الأدوية. نبدأ بهذا البرايم روز أويل، هو عبارة عن أويل يزيد الأنتي إنفلاماتوري بروستاجلاندين، يعني يشتغل كأنتي إنفلاماتوري يقلل لك الإنفلاميشن. فنطين المريضة ولقوا إنه طلع لك جود ريسبونس آفتر 3 مانث، خصوصا إذا كانت الفيميل عمرها فوق ال 40 سنة، يعني أحسن من اليونج إيج. هو هذا البرايم روز أويل. إذا ما فات تلتجي آخر شيء إلى الدراجز، تلجي نجي لدراج نعطيها الدنازول، نعطيها برامكربتين هذا أنتي برالاكتين، نعطيها تاموكسيفين أنتي استروجين أور لوتينازين هرمون أنتي أغونست، حتى نقلل الاستروجين، نقلل البرالاكتين ونقلل البين. فهذا هو الأندي واللي هو كلش موضوع مهم بالبريست، يعني دكتور حالي حبه دكتور طارق. نيجي على موضوع ثاني اللي هو الدكتكتازيا او البريدكتال ماستايتس. هذا الموضوع شنو؟ تعرفون ان البريست بيدكت، البريست بيدكت، مثلا وحده من هاي الدكتات صار بها دايليتيشن سموها اكتازيا، وصار بها اوبستريشن اوف ديسشارج، سكريشن اوف سبستانس، هاي صار باللومن مالتها الملي ديسشارج. هذا الديسشارج ممكن يروح بتوين الابيثيريال سيل ويسوي لك، يروح حول الدكت بيسموه بيري دكتا، ويسوي لك اريتيشن لان هو ديسشارج بدبريز بي، يعني يسوي لك انفلاميشن، فيروح حول الدكت ويسوي لك بيري دكتا ماستاتس. فهو الدكتكتازيا يعني دايليتيشن اوف دكت، من يصير به دايليتيشن تقوم تجمع سكريشن وديسشارج، هذا الديسشارج يروح على التشو سراوندينج ذا دكت ويسوي لك انفلاميشن، يعني يسوينا بيري دكتال ماستاتس. هاي الدكت اكتيفيا، فهو هذا الديفينيشن مالته، هو دايليتيشن اوف بريست دكت اوكي اسوشيتد وذ بيري دكتال انفلاميشن. يعني هم لحد الان ما يعرفون شنو السبب مالته، بس لقوا انه هذا الحاله تزداد بالسموكر وتزداد بالناس اللي عندهم بكتيريال انفكشن. اوكي، وخليها بالك انه الدكت اكتازيا هاي السكريشن اللي تجمع داخل الدكت يعطيك مختلف الالوان، ممكن هذا السكريشن او الدشارج يكون لونه براون، ممكن جرين، ممكن ريد، ممكن حتى سراس. زين، وحتى يسوي لك بين انه يسوي لك بيري دكتال ماستاتس. وهاي الانفلاميشن وهذا الدشارج ممكن ينتهي بتكوين ابسس، ممكن ينتهي بتكوين فيستولا، فشان يعني كلش ترابلز لما يسوي لك سيمتوم للمريض اللي هو اللاكتيكتيزيا. شوف هسه هاي نبل وبيها ديسشارج، هذا جرين هذا وايت، فان شاء الله نوصل للنبل ديسشارج لاكتيكتيزيا. ف فد very important causes
of nipple discharge. اوكي الدكتكتازي هم عشان يسوي لك سليت لاك نيبل تراكشن، هذا يعتبر دايجنوستيك. سليت لاك يعني صار مثل الفتحه نيبل ريتراكشن. اوكي هم عشان البيشنت تجيك عندك تقولها عندي ديسشارج ممكن يكون اوف اني كلر وسب اريولر ماست نانا تسوي لك دكت فيستشيلا يعني هاي تتصل الابسس بالسكن تسوي لك فيستشيلا ممكن يسوي لك نيبل ريتراكشن اللي هي عباره عن سليت لاك نيبل ريتراكشن هي هاي الكلينيكال فيتشر مال الدكت اكتازيا. بالنسبه للعلاج مال الدكت اكتازيا وانت اصلا مثل ما قلت لك كتب اي بريست باثولوجي تخلي بالك الكانسر. فهاي الفيميل ار يجيك عندها فد ماس وعندها نيبل ديسشارج انت اول شيء تسوي اكسكلود اس تي اي من خلال الانفستيجيشن ماموغرافي الى فوق ال 35 الترا ساوند جوا ال 35 اسوي لها بايوبسي فاين نيدل كور نيدل لحد ما اقتنع النهاية مو سي اي. فإذا اقتنعنا انه هذا المرض ما عنده سي اي اروح للعلاج تعطيها انتيبايتك لانه قلنا انه له علاقه بالبكتيريا انفكشن مثلا تعطيها فلوكساسلين مترانادزول بس الانتيبايتك ما يسوي لك كيور. الكيور الوحيد هو السرجن حتى توصل للمريضه للسرجن مال دكتكتيز للكيور مال دكتكتيز لازم سرجن. السرجن مالتنا هي عباره عن دكت يعني تشيل هالدكت كلها اكسجن اوف اول ميجر دكت اسمها هاد فايلد اوبريشن. اوكي هي هاي العلاج الكيور الوحيد للدكتكتيزيا بينما الانتيبايتك ما يسوي لك كيور 100%. تخلصنا الدكتكتيزيا اذا فاتحين الماك سدوه لانه ده يشوش علينا. البكتيريال ماستايتس هو انفكشن مال البريست. زين البكتيريال ماستايتس يصير لك يعني اكثر شيء يصير بالفيميل اذا كانت لاكتيشن يعني السبب مالتها هو فد تخيلوا انه فيميل اللي يصير عندها تسوي لاكتيشن اكيد يصير عندها فد نيبل كراكس نيبل فيشر والبيبي ماوس بي ستاف ستافيلوكوكس ارياس لانه ذا موست كومن كوز اوف بكتيريال ماستايتس هو الستاف ارياس. فتيجي من حلق الطفل تدخل بالنبل من النبل تروح لنا للبرست زين وهي الفيميل اوريدي لاكتيشن يعني احتمال تلقى واحده من الدكتات مسدوده او مجمع الملك فتروح للملك تسوي لك تتكيف الستاف تقعد تسوي بروليفريشن وتسوي لنا انفكشن. وهو هذا الباثولوجي مالتها اللي هي تصير بالفيميل اذا كانت لاكتيشن اوكي تصير بسبب الستاف ارياس تجينا من الانفانت ماوث بتروح لنا للنبل للبريست وتسوي لك انفكشن خصوصا اذا كانت الفيميل عندها سور اور كراكت نبل حتى يصير عندنا ماستاتس. زين ومثل ما قلنا انه الفيميل اوريدي هي لاكتيتنج فواحده من الدكتات مسدوده بابيثيليال سيل وصار عندها ستيسس للملك تجي البكتيريا تسوي بها بروليفريشن وتسوي لك انفكشن. اوكي وهذا اللي خليها بالك انه الماستاتس تصير بنسبه كبيره بالفيميل اللي عندهم ريتراكتد نبل لانه اوريدي النبل مالتها راجعه لي ورا في الدائمه للملك يتجمع وما يصير بروبر دراين تيجي البكتيريا تتجمع وتسوي لها انفكشن. فهاي بكتيريال ماستاتس يعني مو حل بينه وانس وذن امبولا اوف ذا داكت ستاف تصير بها بروليفريشن وتسوي لك الماستاتس. الكلينيكال فيتشر كأي يعني كأي انفكشن تجيك الفيميل عندها سيفير بين فيبر رايجار ايديما ارتيما تندرنس سوالينج اوف البريست زين تبدا الحاله بجنرال سيلولايتس يعني بالبدايه تكون البريست كله يكون لونه ريد مال انفلاميشن وراها هاي الريدنس تتجمع بمكان واحد يعني مثلا كان البريست كله انفلاميشن وكله تندر وراها يصير عندك تجمع بمكان واحد إذا جمعت الردنس وهاي الساين بمكان واحد يعني أنت دخلت بالأكسس من ماستايتس صارت أكسس. فالعلاج مادة إذا كانت بالسيليولايتس ستيج يعني استوها صار بها بكتيريال بروليفريشن ممكن تستجاب للأنتيبايتك مثلا فلوكساسيلين أموكسيكلافيلونيك أسيد. تقول هالفيدنج من الإفكتد بريست يعني حاول إنه تحاول يعني إذا تقدرين تستمرين استمرين. local heat analgesia حتى تقلل البين زين يعني اذا انت استعملت الانتيبايوتيك على باص احتمال تتكون لك ماس اسمها انتيبايوما اللي تكون سترايل واللي تروح لنا ورا كم اسبوع
اهم شيء اهم شيء تعرف ايرلي اون نعطيها انتيبايوتيك، بس بالولادة ستيج نعطيها انتيبايوتيك. وراها ننتظر 48 ساعة. إذا انتظرت 48 ساعة 48 hour والبيشن متى يصير عندك ريسبون، أوكي، ورحت فحصتها المريض لقيت إنه عندك area of induration area of redness، يعني استنتجت إنه أنت تحولت من cellulitis إلى breast abscess، أوكي. تعرفون كل زين القاعدة الذهبية بالسرجري إنه أي breast abscess أو أي accumulation مال بس لازم تسوي له درين. فأنت مع البريست أبسس تعطيها انتباهك وتنتظر تتعالج؟ لا، لازم تسوي له دراين. كانوا قبل شلون يسوون دراين؟ كانوا يفتحون البريست ويسحبون الباص أندر جنرال أنستيزيا، فلقوا إنه هالعملية يعني صعبة على وحدة لاكتيتنج. بدلوها بشنو؟ بدلوها بأسبريشن، يعني يجيبون أبرة ويسحبون الباص ريبيتد أسبريشن أندر أنتيبايوتيك كفر وألتراساوند جارد، يعني أحسن من ما تسوي open drain، يعني تعرفون بمضاعفات وأنستيزيا. فيصير عندك allow for resolution without need for incision scar و also carrying a breastfeeding. فإذا ال breast abscess كانوا قبل يسووا لها open drain يستلغوها، قاموا يسوون aspiration under ultrasound guard وننتظر 48 ساعة. إذا البكتيريال ماستاتيس ما استجاب للأنتيبايوتيك، رحنا فحصنا ال breast لقينا area of tense induration، يعني احنا عندنا breast abscess. فشوف هاي breast abscess، شوف هذا redness، هاي abscess، هاي abscess. بس هذا الديزيز هسه انا جابوا لنا شو اسمه بالامتحان، جابوا ام سي كيو يقول لك الموندورز ديزيز هو عباره عن ثرومبو في الباتس. يعني شنو ثرومبو في الباتس؟ ثرومبو يعني ثرومبوسيس، في الباتس يعني inflammation of vein، فبس inflamed vein بالسكيني بين عبالك كورد عبالك خيط، فهو superficial thrombophlebitis of superficial vein of breast and anterior chest wall. هذا جابونا ابسكيو أبير as subcutaneous cord، يعني مثل الخيط هذا كورد، أوكي. هو هذا الموندورز ديزيز. زين هسه عندكم عندي بول، إذا تقدرون جابوها لأن هي كلها تتكرر. طلعت لكم؟ إيه دكتورة طلعت. يلا ست تحلوها. يلا. Hmm. 30 years old female lactating. شو ما حد محل أسدها؟ يلا. اوكي اذا صاروا زين. صح، اقول لك 30 years old male لا female lactating بها tender mass fever leukocytosis diagnosis مبين mastitis. lactating female with a breast abscess which one is false? open surgical drain is likely not indicated. هاي غلط، احنا قلنا ما نسوي open drain، ما نسوي، نسوي شو اسمه، نسوي aspiration under ultrasound لانه اسهل من نسوي لك open surgical drain. 40 years old female with a premens with tenderness in both breast with stress discharge from the nipple. The diagnosis is بين fibrocystic disease او fibroadenosis. هسه نجي على congenital abnormalities of a breast، منها الأميزيا اللي هي absence of a breast، ويصير كذلك وياها absence of pectoralis major و absence of the nipple. polymesia هو accessory breast، يعني عندها breast side،
غالبا ما يكون بمنطقة الأكزيلا أو بالبوتوكس أو الساي. هذا أميزيا، هاي أكسسر بريست، هذا تعرفون الميلك لاين يمتد من الأكزيلا لحد الجروين. أوكي، على هذا الخط احتمال نلقى هنا نبل، نلقى هنا نبل، نلقى هنا نبل. فإذا لقيت هنا نبل أو هنا يسموها سوبر نماراري نبل. هسه أكو حالة اسمها ماستاتس إن إنفانت، تعرفون البيبي من ينولد يعني كان معتمد على الاستروجين مال المادر مالته، سواء كان ميل أو فيميل. من ينولد الاستروجين يروح، من يروح الاستروجين تعرفون نيجاتيف فيدباك، يزداد البرولاكتين، زاد البرولاكتين يروح على البريست مال البيبي، خلال ثالث أو رابع يوم من اللايف يروح على البريست مالته يحفزه إنه يسوي سكريشن. وصل النت. زين هسه هذا الماستاتس مال الانفانت، انه شنو الكونكشن شوي انستابل، بس بالانفانت انه الفي بسبب غربطه الهرمونات يكون البريست ما تطلع ميلك، هذا يسموه الويتش ميلك. فالاهالي يخافون منه يلزمون يسوي له سكويزنج ويتلوث فيصير عنده ماستاتس. اوكي، فهو ايكوال ان بوي اند جيرلز، يصير ثالث او رابع يوم يسموه الويتش ميلك، كذلك يصير بسبب الستاف ارياس، بس يروح عادي يعني ما يخوف. The disease of the nipple، قلنا أول شيء absence of the nipple associated with amasia، supernumerary nipple حكيناها، retraction of the nipple يعني النبل داخل اللي جوه، هاي غالبا يصير بالفيميال during puberty فيسموها simple nipple inversion، الكوز مالتها unknown، بس لقوا انه nipple retraction associated with increased incidence of mastitis او infection. هستونا قلنا بس خليها ببالك انه اذا جتك فيميل عندها ريسنت نبل ريتراكشن، يعني تقول لك دكتور انا صار لي مثلا اسبوع النبل مالتي صار بيها ريتراكشن، هذا يعني امرجنسي، هاي شلون يسموها ريد سيجنال، او انه هاي البيشن احتمال عندها مالجنسي. فالريسنت ريتراكشن اوف ذا نبل ماي كونسيدرابل باثولوجيكال سيجنيفيكانت، يعني انديكيت انه هاي الفيميل عندها سي اي، فانت اميديتلي يعني شلون تروح تسوي انفستيجيشن، خصوصا اذا كانت recent nipple retraction. هاي سوبر نماري نبل. نجي على discharge of the nipple، مثل ما قلنا البارحة discharge of the nipple ممكن يكون sign of malignancy. فاذا جتك female عندها discharge اوكي وعندها lump، هاي انت اكيد بالك يروح ويا المالجنسي، سوي لها كل الانفستيجيشن، وخصوصا اذا اكو discharge تروح تاخذه تسوي لها cytology خاص بمالجنسي. بس يعني الديسشارج مال النبل مو كله انديكيت انه اكو اندرلاينج مالجنسي، مثلا اذا عندها وحده كلير سراس يعني ما بي الديسشارج ما بي لون، ممكن يكون فيزيولوجيكال ديسشارج، ممكن اسوشيتد وذ بابيلوما او ماماري ديسبليجيا. اذا وحده عندها بلاد ستين ديسشارج، ممكن يكون عندها بابيلوما كارسينوما او دكت اكتازيا، اذا بلاك او جرين بعد دكت اكتازيا تقريبا موجوده بكل انواع الديسشارج. هاي الأسئلة تنسألوها بالعملي، هسه بالعملي استاجر يقول لهم مثلا يقول لك عدد لي ألوان النبل ديسشارج وطين دايجنوسيس مالتن، فهاي موجودة بالعملي وحتى بالأمسكيوات عادي. البلاد ديسشارج يعني هو ما يصير بالكارسينوما، خصوصا إذا كانت كارسينوما إنسايتو. بالنسبة للتريتمنت يعني أنت أوريدي قلنا تخلي بانا الملجنسي، إذا لقيت ملجنسي تعالجها، تروح بالطريقة اللي عرفناها سيرجري كيمو وراديو. اوكي، بس اذا الكونديشن مو مالجنت احتمال تسوي سيرجيكال تريتمنت، يعني هاي تشيل الدكت يطلع لك الديسشارج من خلال مايكرو دوكوتومي. بس انت اول شيء كنت متاكد انه انت ما عندك سي اي بتتعامل ويا بريست كانسر. هذا بلادي نيبل ديسشارج. فالجاينيكوماستيا هو هاي يصير بالميال، هو هايبرترافي أو ميال بريست، ممكن يكون يونيلاترال أو بايلاترال. تعرفون كل زين إنه الميال بي بروجسترون، أقصد بي تستوستيرون،
بس الميل من يدخل بالبيوبرتي يصير عنده خروطة بالهرمونات، ممكن يصعد الاستروجين، من يصعد الاستروجين يأثر على البريست مالته فيسوي له جاينيكوماستيا. كذلك الأوبيس ميل، مثل ما قلنا أوبيس ميل مثل أوبيس فيميل، عندهم هذا الأروماتيز إنزامي يحول لك الأندروجين إلى استروجين. فشوفوا الميل إذا كان أوبيس لاحظوا عنده بريست كبير، أوكي، فهذا يعتبر نورمال. بس أكو أسباب باثولوجيكال الجاينيكوماستيا، منها الهرمونال كوزز. مثلا واحد ياخذ ادويه تعالج البروستيت كانسر اللي هي استلبسترول اللي هو يشتغل كاستروجين، واحد عنده تيراتوما اوف تيستس اكو مالجنسي بالتيستس تفرز استروجين، اوكي، واحد عنده برونكال كارسينوما، واحد عنده واحد يلعب حديد ويستعمل ستيرويد فيصير عندهم جاينيكوماستيا. سبب اخر الجاينيكوماستيا هي الليبرسي. الليبرسي هو يسوي لك تستيكلر اتروفي بعد ما عنده تستوستيرون، فالاستروجين يشتغل يعني بعد ما كنت تستوستيرون فيصير عنده جاينيكوماستيا بس استروجين. سبب اخر هو الليفر فيلر. يقول لك الليفر فيلر تعرفون بالسيروسيس المنطقه يعني المنطقه بجسمنا اللي تتعامل ويا الاستروجين هو الليفر، فاذا عنده سيروسيس اوكي الاستروجين ما حد بيقدر يسوي لك ميتابوليزم للليفر، اقصد ما حد يقدر يسوي لك ميتابوليزم للاستروجين فيصعد الاستروجين ويسوي هاي الحاله اللي هي الجاينيكوماستيا. كذلك الجاينيكوماستيا اسوشيت وذ دراجز هي سيميتيدين، دايجوكسين، سبارولاكتون. هذا السؤال تنسالوها مرتين بالعملي اللي هي ادويه. كلاين فلتر سيندروم همتين تاخذوها بالميديسن. العلاج مالته هو اكيد ري اشورنس، اوكي، او مثلا يطو دراجز انت مثلا انتي برولاكتين اللي هو اسمه دوستينكس، او احتمال سيرجري نشيل البريست ونسوي بريزرفيشن للنبض والاريولا. طيب جاينيكوماستيا مال ميا. هذا اخر سؤال، تقدرون تجاوبوني بالشات؟ regarding male breast cancer spot the wrong statement. من هو الرونج؟ خلينا نشوف اول شيء هو 1% of all cases of breast cancer او هو predisposing causes include gynecomastia caused by excess endogenous and exogenous estrogen it has better prognosis than female breast cancer. اعتقد يعني الجواب كلش مبين. شوف ايش مختارين شات عافية دي، لانه هو اكيد بور بروجنوسيس لانه بسرعة يصير عنده انفيجن. هاي المحاضرة خلصت، اذا عندكم سؤال كتبوا لي بالشات. زين خلصت، اوكي. عن هاي المحاضرة اليوم الثانية مال التجربة، يعني إذا حسيتوا نفسكم استفادتوا أو تستفادون من الشرح يعني على مود أكمل الكورس مال المحاضرات. وشكرا. حسيت إذا ماكو سؤال. أوكي. شكرا لك. Good night.